بالرياضة يصنع الأمل من الألم، شعار رفعته فتيات في جنوب السودان. وضعنا الفوارق العرقية والقبلية جانبا لينسجمن مع بعضهن في رسم لوحات رياضية، بدايتها الجمباز ونهايتها نبذ كل ملامح التفرقة في بلادهم. أشعر بحماس شديد لأنه يمكنني أن أحمل صديقة فوق ظهري، وهذا يعني أن بوسعي تحمل مصاعب الحياة والسلام، فالوحدة هي العلاج. لكن عندما يتعلق الأمر بالجمباز نصبح واحدا، نتعرف على بعضنا من مدارس متعددة، ونحن صديقات حاليا، ويمكننا أن نتفاعل مع بعضنا عندما نلتقي في الطريق. هذا هو جوهر الرياضة. قد تكون التمارين مفيدة لقوة الجسم، ولكن قوة هؤلاء الفتيات الحقيقية هو تحليهن بروح الفريق الواحد النابع من التعاون والتسامح. بينما يتسلقن على بعضهن فإن هذا يظهر تسامحا، لأنك تشعر بالألم لكنك قادر على أن تتسامح إلى أن ينزل ذلك الشخص. وإذا لم تكن الفتاة لديها روح التسامح، فبوسعها أن تهز جسمها فتسقط الفتاة التي تقف عليها إذا كانت تضمر في نفسها شيئا تجاه الفتاة الأخرى. لكن بسبب حبهن وبسبب تسامحهن فإنهن يسامحن بعضهن ويتصافحن. كثيرات مثل عائشة يخشين زواج القاصرات الذي يكبح رغبتهن في التعليم ويرسم صورة سوداوية لمستقبلهن. أيها الآباء، لا تجبروا أطفالكم على الزواج المبكر. نحن الفتيات لدينا مستقبل ولنا أحلامنا وآمالنا في هذه الحياة. في بعض الأحيان يقول أناس إن الفتيات مجرد مضيعة للوقت، لكن ذلك ليس حقيقة، فنحن بشر أيضا لنا ذات الحقوق التي للفتيان. تواصل هؤلاء الفتيات أنشطتهن الرياضية بحماس المقبلات على السعادة والفرح الغائب منذ فترة، دون أن يفقدن الأمل في غد أفضل.